قدم. يحتضن سهرة اليوم الأحد الملعب الأولمبي 5 جويلية تمام الساعة 8 المباراة التي تجمع اتحاد العاصمة بضيفه مارومو غالانت الجنوب الإفريقي ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعة كأس الكاف. ويتصدر ممثل الكرة الجنوب إفريقية صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، في حين يتواجد أشبال بن شيخة في الوصافة برصيد 4 نقاط، مما يجعل لقاء اليوم فرصة سانحة للاتحاد لتصدر المجموعة. حظ موفق لأبناء سوستارا.